صغار في السن لكنهم كبار في طموحاتهم. نذهب معكم اليوم في رحلة استثنائية ظاهرها الإرادة وباطنها لا للمستحيل. المكان يخاطب المستقبل ويدعم ثقافة الإبداع والابتكار. سواعد إماراتية أبدعت فتميزت فتربعت على ساحات التتويج. حميد الزعابي معه التفاصيل. ملعب الرياضي مرتفعة، فينبه الرياضي من خلال البازر والLED والمسج اللي يوصل للرياضي أن نسب الصوديوم عالية اللي خارجة من الجسم، ولازم يأخذ قسم من الراحة ويشرب كميات كبيرة من الماء. وهذا الجهاز راح يحافظ على صحة لاعب الرياضة وما راح يخليهم يعانون من الجفاف أو من الإغماء خلال ممارسة الرياضة. شاركت في نادي الإمارات العلمي في مسابقات ومعارض مختلفة مع 7 مشاريع، أحدهم هو جهاز التربة، قياس التربة، وأيضا جهاز الكرسي المتحرك لأصحاب الشلل الحركي، وأيضا مشروع DST Deaf Sound Tracker. اسم مشروعي المسبح الآمن. شو هدف المشروع؟ هدف المشروع بأنه يمنع الطفل من أنه يغرق في المسبح. وكيف يشتغل المشروع؟ مجرد ما الطفل يقرب من المسبح الويت سنسر يعرف أن هذا الطفل من الوزن، فيرفع الشبك ويمنعه من يدخل المسبح. والأشياء اللي استخدمناها عشان نسوي المشروع اللي هي الويت سنسر، الريلي، أردوينو، وايرز، والباتري، والموتورز، والبيمز. سوف أكلمكم عن مشروعي وهو المطبخ الذكي. المطبخ الذكي عبارة عن فرن وفينغرفرنت سنسر، أدابتر، بريد بورد، أردوينو أونو، بيزو، وريلي. الهدف من المشروع هو إنقاذ الأطفال الذين يحاولون استخدام أجهزة المطبخ من دون شخص بالغ، لأن في بعض الأطفال يكون خطير لهم أن يستخدمون المطبخ. المشروع عبارة عن سنسر داخل الباص يحس بالحركة. الهدف المشروع هو تقليل عدد الوفيات سنوياً من حوادث اختناق الأطفال داخل الحافلة، تنبيه السائق بوجود طفل داخل الحافلة. فإذا كان في طفل متواجد داخل الباص راح السنسر يحس بالحركة، على أساس حين الطفل داخل الباص وهو يحاول يطلب مساعدة من الأشخاص اللي حوالين الباص، فبما أن السنسر موجود راح يحس بالحركة وراح يشغل إنذار عشان الناس اللي حوالين الباص ينتبهون على الطفل داخل الباص، وفي نفس الوقت يطرش رسالة حق السائق بأن في طفل داخل الباص ولازم تلحق عليه بأسرع وقت. رغم بساطة المكان إلا أنه يحتضن طموحاً يعانق السماء. من أبرز إنجازاتي حصولي على المركز الأول على مستوى العالم في الصين في مسابقة الروبوتات العالمية، وحصولي على المركز الثالث في مسابقة إنتوك جلوبل بتركيا، وحصولي على المركز الثالث على مستوى العالم في مسابقة IYSA بإندونيسيا. فريقنا كان مكون من 3 طلبة، أنا واليازي وسلطان. اسم الفريق كان Intelligent Brain. سوينا مشروع واللي هو الروبوت، كان أول شيء على مستوى دبي، والحمد لله حصلنا على المركز الأول. بعد ذلك تم تأهيلنا المشاركة على مستوى
الدولة في أبو ظبي، والحمد لله حصلنا على المركز الأول مع الجائزة الخاصة. وبعدها تم تأهيلنا للمشاركة في البطولة العالمية في أمريكا، والحمد لله حصلنا على المركز العاشر على مستوى العالم. أبرز إنجازاتي هو أني شاركت في مسابقات مصر ومشروعي الكاشف الحوادث الذكي، وجبت المركز الأول على مستوى الوطن العربي. هدف مشروعي أني أن يكشف الناس اللي دعموك، لأن بعض الأماكن أنت تهد سيارتك ويدعمونك ويشردون، فهذا يكشف الشخص اللي دعمك ويطرش لك مسج مع اللوكيشن، وإذا الدعمة وايد قوية يطرش اللوكيشن حق الشرطة والإسعاف، فيم بيدعمك بيدعم هالسنسر وبيأخذ صورة وبيقول لي your car has been collided، وبيطرش لي اللوكيشن الحادث. أخيرا، جمال الابتكار هنا يتمثل في قيادة تتبنى رواده من الأطفال والشباب المبدعين، ليزخر الوطن بمبتكرين رياديين يجترحون الحلول.